بلوجر شهيرة تثير الجدل في عقد قرانها، والمتابعون بيعلقوا بيقولوا ياسمين عز مبسوطة منك. يا ترى ايه اللي حصل؟ هنشوف في الخبر. احتفل المصور الشهير حسام انتيكا ليلة امس الجمعة بعقد قرانه على البلوجر يارا البهنساوي وسط احتفال الاهل والاصدقاء بعد اسابيع قليلة من قراءة فاتحة العروسين. تداول رواد السوشيال ميديا صور عقد القران واللي كانت تضمن لقطات رومانسية تبرز قصة الحب اللي جمعت بين حسام أنتيكا ويارا البهنساوي. وكانت من أبرز اللقطات اللي أثارت جدل واسع هو قبلة يارا لزوجها حسام على إيده، مما أثار تساؤلات المتابعين وقال بعضهم طول عمرنا عارفين إن الراجل هو اللي بيبوس إيد الست. وعلق الكثير من الأشخاص على صورة يارا البهنساوي وحسام أنتيكا وقالوا ياسمين عز مبسوطة منك يا يارا، فيما تعاطب بعض الأشخاص مع الصور بما أنه زوجها والصورة بتحمل نوع من الحب والاحترام. كما تصدر اسم حسام أنتيكا مؤشر البحث جوجل ليكون ترند رقم واحد بسبب عدة أمور، من بينها أن يارا البهنساوي هي الزيجة الثانية وجمعت بينهما صورة شبيهة للزيجة الأولى. واتهم رواد السوشيال ميديا حسام أنتيكا بأنه يقوم بإثارة الجدل عن عمد عن طريق الخطوبة والزواج من البيست فريند، وأنه لم يستمر طويلا في العلاقة، خاصة أن ملامح طليقته تشبه ملامح زوجته يارا البهنساوي.